بعد اجتياح إسرائيل للبنان في آذار مارس عام 1978 وقيام ما يسمى دولة لبنان الحر بقيادة سعد حداد، بدأ الجيش الإسرائيلي وعملاؤه بعمليات اعتقال عشوائية للمواطنين المدنيين في المناطق اللبنانية كافة، وزجهم في ثكنات ومراكز للتوقيف والتحقيق، وسوق بعضهم إلى المعتقلات داخل فلسطين المحتلة. إلى أن حصل اجتياح عام 1982، فتثبت واقع الاحتلال الإسرائيلي وأظهر عدوانيته. اجتياح عام 82 كان نسخة مكبرة عن اجتياح عام 1978، واستفادت في إسرائيل طبعاً من الخيبات التي جرت في تلك المعركة. طبعاً سبق الاجتياح الإسرائيلي عام 82 على الصعيد المحلي بلبنان كان بعده عم بيعاني من الحرب الأهلية وتداعياتها، وبعد هناك مزيد من المشاكل اللي موجودة، ودخل على الخط اللي هي اتفاقية كامب ديفيد اللي أعلنت عنها مصر ووافقت عليها مصر، وصار في جبهة الصمود والتصدي اللي كانت منظمة التحرير جزءا منها، مما أتاح الحقيقة لدعم إعطاء الدعم من جبهة الصمود والتصدي لمنظمة التحرير الفلسطينية. طبعا هذا مما أزعج إسرائيل كثيرا كذلك الأمر، وكانت تعد العدة إلى أن تجد مبررا لضرب المقاومة في الجنوب وبالتالي اقتلاعها من الجنوب. عام 78 حصل الاجتياح حتى يعني مشارف مدينة صور البازورية العباسية، وأيضا يعني حاولوا التقدم باتجاه الليطاني الخردلي وغيره، لكن المعتقلات كانت يعني هي عبارة عن مراكز توقيف، أما التعذيب فكان بحده الأقصى في هذا الإطار. بدأت ظاهرة الاعتقالات العامة والكبيرة جدا بعد اجتياح عام 1982 بعد بداية حزيران. طبعا أخذت من محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي أرجوف بلندن يومها اللي قام فيها مجموعات صبر البنا أبو نضال سببا لذلك، وقامت بعملية الاجتياح قصف للقيادات الفلسطينية في الجنوب ولمراكز القيادات في بيروت، وبدأ الاجتياح، وبالتالي على مرأى من قوات الطوارئ الدولية كان في 7000 جندي اجتاحتهم وظلت مكفي القوات الإسرائيلية. طبعا واجهت مقاومة. في 6 حزيران يونيو عام 1982 وتحت اسم عملية سلامة الجليل، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد لبنان، فاجتاحت الجنوب اللبناني بعد مواجهات عنيفة لكافة الفصائل من المقاومة الوطنية والفلسطينية والإسلامية على امتداد تقدمها وصولاً إلى العاصمة بيروت، فبدأت بعملية الاعتقال العشوائية للمواطنين وسوقهم إلى مراكز التوقيف. هلا الإسرائيلي بالبداية لما دخل أكيد مثل أي جيش غازي بده يجرب يعتقل كل من يملك إمكانية مواجهة مع الاحتلال، سواء كان منتمي إلى حزب سياسي أو كان منتمي لحزب مقاوم. فركز على أكيد الفلسطينيين كحركات مقاومة فلسطينية، على أحزاب الحركة الوطنية اللي كانت متحالفة مع المقاومة الفلسطينية، وكان يعتمد أسلوب جمع الناس بالقرى، وكل من يعني يشك برفضه للاحتلال من خلال مقنعين من خلال وشايات كان يلجأ إلى الاعتقال. ظلت مكفي القوات الإسرائيلية، طبعا واجهت مقاومة من ثورة من منظمة التحرير ومن أبناء الجنوب، وصار في بطولات كبيرة سجلت في قلعة الشقيف، في بنت جبيل، في مارون الراس، في كثير من المناطق. الحقيقة كان اندفاع كبير للقوات الإسرائيلية، شارك بهذه الهجوم 100,000 جندي إسرائيلي،
يعني في ذروة الهجوم عندما وصلوا إلى بيروت كان عدد القوات الإسرائيلية المشارك 100,000 جندي إسرائيلي. في بلبنان في الثورة الفلسطينية كان إلها بحدود 12,000 مقاتل ما بين الجنوب حتى مداخل بيروت. صار في معارك بطولية في قرى الجنوب وفي المناطق بمخيم حلوة بالرشيدية بصور بالحنية. طبعا سجلوا بطولات كبيرة وبالرشيدية معروف في قصة أشبال الأربيجي، يعني إنه كيف الأشبال الأربيجي عندما دخلوا القوات الإسرائيلية استطاعوا أظن أشبال يدمروا حوالي 11 دبابة على مدخل الرشيدية. طبعا حركة أمل في تلك الفترة كان لها مواجهات كبيرة جدا، واستشهد لنا أخوي في بلدة عبة وعلى مشارف القعقاعية وعلى مشارف بلدة جبشيت، وكانت أيضا يعني المعركة الضارية في خلدة على أبواب خلدة. وعلى كل يعني من اليوم الأول للاجتياح الإسرائيلي يعني لم تتوقف عمليات المقاومة ضد العدو الصهيوني، يعني بدءا من وصوله إلى قلعة الشقيف حيث يعني كان هناك معارك ضارية كان فيها من الأخوة الفلسطينيين، بقي الإسرائيلي يعني محاصر للقلعة وتكبد خسائر كبيرة جدا، وبعد يومين ونصف حتى استطاع أن يسيطر على قلعة الشقيف. وبيجن في تلك الفترة يعني بكى عندما نزل في قلعة الشقيف نتيجة الخسائر التي مني بها ونتيجة البطولات التي قام بها في تلك الفترة، يعني كان تموضع الكتيبة أو السرية الطلابية في تلك الفترة. الجبروت الإسرائيلي والتعنت بقيادته آنذاك من وزير دفاعه وزير الحرب الإسرائيلي شارون ورئيس الوزراء مناحم بيجن أخذهم مع التزامات داخلية لبنانية، يعني لا يخفى هذا الأمر لا يخفى على أحد، وبالتعاون مع ميليشيات لبنانية فاتجهوا باتجاه بيروت إلى أن وصلوا إلى المدفون، إلى رويسات صوفر، إلى قبلياس، إلى بيادر العدس، إلى الدوار العيرون في منطقة المتن الشمالي ظهور شوير. كان قرار التصدي وإسقاط هذه المقولة ببعدها السياسي، بحيث أن كان شارون في اليرزي في وزارة الدفاع في أبدا متربعاً ويتطلع إلى بيروت وينادي إلى رئيس وزرائه مناحم بيجن مطمئناً إليه ومطمئناً الصهاينة في المستعمرات الشمالية كما يسمونها بأن لا صاروخ كاتيوشا بعد اليوم، نحن أصبح الجيش الدفاع الإسرائيلي في بيروت وعلى تخوم بيروت وفي المناطق التي عدت وذكرت. كان القرار بالحقيقة من القيادة الحزبية بالتصدي وأسقاط هذه المقولة. كان كل ما يتحرك على هذه الأرض يخلق حالة من الرعب للعدو الصهيوني، من الطفل إلى الشاب إلى الكاهل، من المرأة إلى الرجل، يعني كل شيء كان يعتبره عدو. فبدأوا بتجميع الناس بطريقة عشوائية جدا في مراكز كثيرة، مثلا في منطقة صيدا جمعوا الناس في معمل صفا، وكان يعني لبنانيين وفلسطينيين، وكان أعداد من الفلسطينيين هائلة في تلك الفترة اللي وضعونا هناك. جبت صواريخ كاتيوشا إلى منطقة سوق الخان، على أثرها قصفت مستعمرة كريات شمونة الرفيق فيصل الحلبي والرفيق أمين الحمراء، تم اعتقالنا. خلال فترة 4 أيام ما في مستعمرة من المستعمرات اليهودية إلا ما استوقفونا فيها في باحث أو في ساحة كل مستعمرة ليطمئنوا السكان أن هؤلاء المخربين الذين قصفوا عليكم، فنحن دغري ألقينا القبض عليهم وها هم في عهدتنا.
بدأت اجتياح الإسرائيلي زيران 82، وطبعا كان لنا دور نحن بالمواجهة، وخاصة بجبشيت حصل بعد المواجهات معهم وبحروف، حتى بحروف كان وقفناهم تقريبا شي 24 ساعة ببن حروف وجبشيت. صارت فيها هونيك معركة نحن وياهم، وكانت المعادلة إنه ما فينا نقاوم بسلاح بهالشكل اللي معنا، واللي معهم هني طبعا سلاح متطور، فانسحبنا يعني من المنطقة. أنتم مخاوفين ومتوهين عن يد جيش الدفاع الإسرائيلي. نصيحة، كل واحد يرمي سلاحه ويرفع عن الهدف. لأنه كل كبيرة موجودة هون بالمنطقة. قاموا بعملية اعتقال. الإسرائيليين طوقوا المناطق كلها وصاروا يعتقلوا عن أبو جنح. كبرت الصوت، ينادوا عن الناس، تجمعوا في الملاعب، في الأماكن الواسعة، في الأماكن كذا، وصارت تتجمع الناس في الملاعب وأخذوهم. هذه الاندفاعة الكبيرة اللي صارت للإسرائيليين، وأنه تركوا وراهم جيوب للمقاومة واندفعوا، أدت إلى حقيقة يعني في معنويات هنا كانوا بيقصدوا من هذا الموضوع، هي ضرب الروح المعنوية للناس، يعني عبر المناشير اللي كانوا يرموها من الطائرات، سلم تسلم، وقف وفكر، مش عارف شو يكتبوا له ويزعوها. وبار تقول انه صاروا عم شارف بيروت، والمقاومة بعدها بصور وبعدها بصيدة وبعدها بعين حلوة. عين حلوة 21 يوم لحتى دخلوه لمخيم صغير زي عين حلوة. صرنا نبدأ هلا، بتعرف العملاء زرعوه هون بيناتنا، وآخر شيء صرنا ملاحقين. بعض الأخوة يروح ينام وبجفشيت بعبة بكل المناطق، والبعض هلا اليهودي ما بيعرف يعني إلا العميل بدله. كنا نبرم من حد اليهود، حتى كان في عمليات بتحصل بقلب النبطية من بعض الأخوة، كانوا يرموا القنبلة يجي وقف حد منه للإسرائيلي. كان دار للعملاء، وجينا اتقلت أنا وخيي، وقادونا المخابرات، وكان على رأسهم اسمه ميشيل. تقريبا ضليت 41 يوم بالمركز الروجي. اخر شيء جابوني على المقطع. في 14 من تموز يوليو عام 1982، اي بعد حوالي الشهر والنصف من بدء الاجتياح الاسرائيلي للبنان، ضاقت اماكن التوقيف بالمعتقلين، فلجأت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إنشاء معتقل كبير سمي معتقل أنصار جنوب لبنان، في منطقة تعرف بتل بعل، تقع بين بلدتي الدوير وأنصار في منطقة نبطية على مساحة تقدر بحوالي 60 دنماً. كانت تستخدم مطاراً عسكرياً لمنظمة التحرير الفلسطينية في تلك المرحلة، فقامت برفع سواتره الترابية ووضع أسلاك شائكة وأبراج مراقبة على جوانبه الأربعة، وقسمته إلى 20 معسكراً، داخل كل معسكر 20 خيمة. وبدأت بفرز المعتقلين، طبعاً جمعهم في معتقل اللي هو كان مطار للثورة الفلسطينية، استخدم في مرحلة معينة كمطار نزلت فيه عدة طائرات تجلب المساعدات لمنظمة التحرير الفلسطينية. ليس في إضاءة، كانت تنزل على نيران تستخدم كإضاءة للطائرات طبعا. وبلغ المجموع ما تم اعتقاله أعداد كبيرة بالآلاف. المعتقل كان اسمين، اسم صيفي في 20 معتقل صغير مرقمين. فأول ما اعتقلت أنا شخصياً وفوتونا على أنصار، يعني بعد المرحلة الأولى من التحقيق دخلونا على القسم 7، كنت أنا بالقسم 7، ثم بالقسم 6 و 5 18 20 إلى آخره. القسم الثاني هو قريب من الدوائر، نحن هون بشرق، فينا نقول شمال شرق بلدة أنصار نحن هلأ هون.
الاسم الثاني قريب كثير من الدوائر، سموه الاسم الشتوي. كان في 10 معسكرات، كانت قيادة المعسكرات كانت لناحية الشرق يعني تحت الخط. فضم بالبداية يعني الأنصار الأولى ضمت خليط متنوع لكن بغالبيته من الفصائل الفلسطينية وأحزاب حركة وطنية، وفي إخوان لنا يعني إسلاميين، في إخوان من حركة أمل، وفي ناس عاديين يعني ما لهم علاقة، بس إنه أسلوب التعاطي مع المعلومات اللي كانت توصل لأجهزة المخابرات من خلال الوشات والعملاء كان يلجأ للاعتقال، يستسهل عملية الاعتقال، لأنه كان واضح أنه الهدف معاقبة اللي كانوا جزء من حركة المقاومة، وبنفس الوقت محاولة ترهيب الناس لعدم المواجهة مع الاحتلال، يعني لفرض الاحتلال كأمر واقع. ارتكبت القوات الإسرائيلية الغازية كثير من الجرائم في القرى اللبنانية، ضربوا كل الملاجئ اللي موجودة، في ناس يعني شوهت واحترقت داخل الملاجئ. في قرى لبنانية كذلك الأمر، قصفوا قرى فيها مدنيين بس يعني حتى يضربوا الروح المعنوية، كذلك في إقليم الخروب في مناطق أخرى وفي بيروت كذلك. هلأ الاعتقالات بدأت منذ أن وصلت القوات الإسرائيلية إلى المدن والمخيمات. من هنا نجد أن الاجتياح عمد أول ما عمد إلى تأسيس المعتقلات ومراكز وأقبية التعذيب في كل لبنان، من بيروت إلى الجنوب إلى صور إلى البقاع إلى الزهراني إلى كل الأماكن، وأسس المعتقل الرئيسي هو معتقل أنصار. سجل الجيش الإسرائيلي حوالي 6,000 معتقل في أنصار من جنسيات عربية مختلفة، جلهم من اللبنانيين والفلسطينيين، فكان بمثابة مدرسة للتدريب على القتل والتعذيب بحق الآلاف من المقاومين الثوار. كان في عقاب جماعي لأبناء الجنوب وأيضاً للشعبين اللبناني والفلسطيني وكل من يتواجد على هذه الأرض لا يتماشى مع سياسة العدو الصهيوني. طبعا هذه الاعتقالات بدأ العدو الصهيوني ينظمها شيئا فشيئا في معتقل أنصار، وهذا كان يعني ما يطلق عليه أنصار الأولى، يعني كل الناس مجمعة مع بعض، وبالتالي يعني تحقيقات عشوائية. عملية صارت عسكرية بالقرية اللي أنا بسكن فيها، وكان أحد المطلوبين أخوي وجداها من البيت، بعد منها استدعى أنا للمخابرات، أنا ما بروح يعني، ونحن ما كنا نردخ للإسرائيلي يعني بطلباته، لا بإذن الخروج ولا العبور ولا الاستجابة لطلب المخابرات. صار عملية مطاردة يعني، إنه هو الإسرائيلي ما بتروح أنت على المخابرات بيجي بداهم البيوت. من هون نشأت هاي المسألة، وأنا اعتقلت يعني كمين نصب الإسرائيلي. أنا كنت بعدي عم مارس التدريس الجنوب، ما تركت يعني، كنت عم بروح على الثانوية، فبينجح الإسرائيلي بكمين نصبه على الطريق من أكثر من محل الاعتقالي. يعني تحقيقات عشوائية، إذا أخذنا عينات من الناس يعني فيهم المقاتل، فيهم الأستاذ الجامعي، فيهم الطبيب الدكتور، يعني فيهم الضرير، فيهم العاجز، يعني كيفما ذهبت تجد حالات
يمكن أن يكتب عنها ويتساءل المرء لماذا هذا؟ يعني هذا الضرير، يعني شهدنا في أنصار الأولى بعض الناس اللي تجاوز أعمارهم 50 عام أنه ساقها الناس بكاملها وجاءوا بها إلى هذا المعتقل، الطريقة تعسفية للغاية. فلجأ الاحتلال الإسرائيلي بالبدايات إلى مراكز مخابرات يعني أنشئت، وإلى معتقل أنصار يعني بصيغته الأولى، يعني مكان بعده منظم بالشكل اللي وصل له بالمرحلة الثانية. فكانت مراكز التحقيق والمخابرات بصور أو بالنبطي بمركز الريجي أو بالخيام أو بمناطق عديدة، كانت دائما مملوءة بالمعتقلين، وكان أعداد كبيرة تتحول يعني على أنصار. آلاف المعتقلين سيقوا إلى أنصار، رحلة عذاب كانت تبدأ من مراكز التوقيف والاستجواب المنتشرة على امتداد الوطن، ليحطوا بعدها في المعتقلات الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، قبل أن ينتهي المطاف بهم في معتقل أنصار جنوبي لبنان. اعتقلونا، أخذونا على معمل الصفا. أول شيء جمعونا معمل الصفا، من معمل الصفا عدنا شيء يومين طبعاً تهذيب وتحقيق وخبط ولبط، رجعوا أخذونا على منطقة بعسقلان اسمها جورة، جمعوا كل الناس فيها، كل المعتقلين. عندنا كمان شيء يومين ثلاثة تعذيب وتحقيق وضرب وإهانات، يعني كنا بالليل بس ننام طبعا بالأرض، يعني لا في حرامات ولا في شيء، وبين السماء والطارق يجوا المجندين بالليل، بنات وشباب بالعصي بشيء خبطونا واحنا نايمين. بعد 3-4 أيام أجوا، أنا كنت صغير يعني، شلحونا ثيابنا كلها وصفونا على الحيط، صرت أقول أنا بدي يعدمونا يعني يرشونا أو شيء، جابوا دي دي تي رشونا وأعطونا بدلات بسونا إياهن وأخذونا على عسكران على معسكر كبير. قعدنا فترة بمعسكر بعسكران، رجعوا نزلونا أنصار. نحن من المجموعات اللي من فلسطين كنا نجي 40 أسير في الباص الواحد. من حسن حظنا أن جينا بالمجموعات الأولى، نحن جينا هنا أو اختاروا اليهود معتقل أنصار إنه ما في كثافة سكانية، فالخيارات كانت خيارات اليهود في الجغرافيا، خياراتنا نحن إنه هالمجموعات اللي وصلت وأنا أحدهم والرفقاء اللي شاركوني، اللي قمنا بإنه جابوا خيام، وهذه الخيام خيام صيفية، يعني نحن هذا الأمر صرنا بأواخر آب يعني على بعز فصل الصيف، فنصبنا الخيام وبدأت الأسرة تيجي على دفعات من فلسطين المحتلة إلى مخيم أنصار. مباشرة يعني على مركز المخابرات بصور، وبيبقى 45 يوم بصور بالتحقيق، استخدم وسائله معروف الإسرائيلي، وسائل الضغط الجسدي، ضرب، التهديد، الحرمان من النوم، قلة الطعام، محاولة الإيقاع بالمعتقل من خلال العملاء الزنازين الإفرادية، كل هاي وسائل يعني استخدمها الإسرائيلي، ركز يحاول يحصل مني على معلومات عن أنا شو بشتغل، مسؤوليتي ودوري، وصار هذا الصراع يعني بينه وبينه. بعد 45 يوم بعدين بتم التحويل إلى أنصار. أكيد في فرق كبير بين أنصار وبين المراكز المخابرات. بتوصل لأنصار، لما بتيجي من الرجيع على أنصار بتوصل على زنازين الإفرادية، زنازين الإفرادية اللي كانوا رجعوا عطوك تياب، اللي كانوا رجعوا هيئوا بنزلوك على المعسكر. بالمعسكر شو بصير؟ بمجرد ما توقف الزنزانة قدام باب المعسكر، هون المشهد الحلو، توصلي
بتنزل انت من الزنزان يعني من سيارة الشبك، بيقفوا الاخوان مثل النشيد الوطني، بيقفوا بيعزف يعني بيقفوا بيقولوا للنشيد: حطم ضلوعي تحت اعقاب البنادق، وانصب لروح ان شئت اعواد المشانك، الى اخره. انه انت يا عدو انه حطم ضلوعي مثل ما بدك وحط المشان، ولكن ساقاوم، نحن بقينا هم مقاومين. ونشيد جمع الأسرة، جمع في معسكر أسار، والشمس لما بتطلع بتوعد الثوار. وجمع الأسرة، جمع في معسكر أنصار، جمع الأسرة، جمع في معسكر أنصار، والشمس لما بتطلع بتوعد الثوار. جمع الأسرة، جمع في معسكر أنصار، والشمس لما بتطلع بتوعد الثوار. البرد حبستوا جسم البطل ما حبستوش الروح، روحه بحجم الجبل تحجب عنا الجروح. هيدا الجو المعنويات توصل ضمن شو؟ ضمن معنويات بتطلع بالوجوه، انه هالوجوه اللي انت فرقتيها هناك برا بالحر يعني بالحريه بتوصل بتلاقيها انت بنصار تشعري بالحريه اكثر اكثر. داخل المعسكر تشعري بالحريه اكثر، بتشعري بانه الخيمه صارت بمساحه الوطن. طبعا وصلنا على المعطى الانصار، وكنا حطونا بزنازين الافراده، مكثنا كم يوم بالزنزين، وجعفرزونا على المعسكرات. اول شيء جابونا على المعسكر السي واحد بنفس الساعه يعني، رجعوا نقلونا على معسكر السي ثلاثه. باب المعسكر نزلونا، حملنا الفرشة، حملنا الحرمات، وفتنا وعزفوا يعني بدأ النشيد. طلعت أنا طلع بالوجوه، طلع بالوجوه كل اللي لابسين أزرق ولابسين اللباس المعسكر، طلعت بالوجوه هيك عرفتهم يعني هيك. وبدأ العناق، وكان العناق جميل يعني عناق طويل، كأنه يعني ننتظر بعضنا البعض. ليش؟ لأنه دغر مباشرة بدي يسألوا السؤال، الأخبار، الشغلات، الأمور، يعني الأمور وين صارت، القضايا وين صارت بهذا الموضوع. والأصعب شيء الإسرائيلي لما بينقل المعتقل من مركز التحقيق إلى مركز اعتقال، وبصير المعتقل أو الأسير تحت رحمة الجنود، جنود متوحشين ما بيتورعوا عن سلب المعتقل ما لديه ساعته شو في معه، وبيستخدموا يعني أسوأ أنواع الضرب وبطريقة وحشية ونقلينه. يعني بيتعرض المعتقل بهذه الفترة إلى إيذاء جسدي لدرجة يعني أحياناً ممكن تلقى ضربات حتى على رأسه، يمكن قد تؤدي إلى الحاق عاهة دائمة فيه. نحن الريسبشن تاع المعتقل وادي جهنم هن الزنازين اللي كانت بوادي جهنم، زنازين حديدية طقس صيفي مترين بمتر تقريبا او شيء 10 زنازين مصنوعين على جنب بعضهم، يحطونا بقلب الزنازين يوم اثنين ثلاثه حسب ما يجي على بالهم. انه طقس شوب حديد بيحمى وانت بقلب الزنزانه، لا مي ولا شيء. بقينا نحن ما يقارب الاربع ايام فيها لهيدي الزنزانه، وكان في يعني ما يقارب ال 120 130 شخص بهاو الزنازين. كنا صرنا على طول ندق على الزنازين منا يعني نحرك انه خلص اطلقونا يعني فوتونا على المعتقل ما تخلونا هون. زدتوا علينا قنابل مسيله للدموع وقتها وبقلب الزنازين، يعني
كذا أكثر من شخص أنه يختنق بهذه القنابل المسيلة للدموع. آخر شيء فرزونا على المعطى لتحت. لكثرة المعتقلين ما كان حدا يعرف الحبال. طبعا الكرابيج في عند النوع من العصايب البلاستيكية هذه بتعمل ارتجاج بالدماغ. طبعا هذه فيما بعد صرنا نعرفها، بالأول ما كناش بنعرفها. العصاية عصاية الرفش، وعلى الأخص لما قال أنت بفوت على أنصار، يعني خلص بشلحوا الواحد، بشلحوا كما خلقتني يا رب. بيمسكوا في DDT رش، بيرشوا بالمبيدات، رش المبيدات. تصور هالحضارة اللي عندهم، هاي حضارة، بيرشوا بالمبيدات كاملا. وفي واحد متخصص بضرب العصاي إجباري، بده يمرق الواحد قدامه بعد ما ياخذوا منه غراضه ويصير عاري، بيقول له اركض، بس يمرق من قدامه ويحيزوا فيها ويضربوا فيها. وعم أقول متخصص فيها، متخصص فيها. يا ما في ناس ضلعوا، يا ما ناس انصابوا برؤوسهم وأودت بحياتهم. بينما لما وفقنا الله، لما دخل العدو المحتل إسرائيل وفقنا الله. نحن نعتبر الآن نحن أن من أهم نعم الله علينا الآن أن الله وفقنا إلى رؤية طريق الصواب وإلى رؤية صراطه المستقيم. وفقنا إلى أن نبني نواة المجتمع الواحد المتماسك في مواجهة العدو. لذلك العدو انخزى ورفع الله شأننا. صحيح أولادنا بالمعتقلة خير إن شاء الله، ما بيذل المعتقل. صحيح ربما بيوتنا تهدم أيضا خير إن شاء الله. بيقدر اليهود يقولوا كل شيء، بيقدر يقولوا نحن هزمنا العرب بسيناء وهزمنا العرب بدي أمتى ونحن احتلينا فلسطين، بس ما بيقدر يقولوا نحن ركعنا الجنوبيين. لا، فشل. إسرائيل دخل لبيروت، بدأت يعني العمل المقاوم، وبدأ الشباب اللي يقوم بعمليات حتى بدون عناوين. يعني في مجموعة عديدة من العمليات حصلت، قاموا فيها شباب إسلاميين قبل ما يتبلور يعني إطار عمل. كل الأماكن التي اجتاح بها العدو الصهيوني إلى كل المسارب التي دخل منها تساقط هناك شهداء، هناك شهداء في البدايات. يعني أذكر أن الطلقة الأولى التي قادها الشهيد القائد أبو علي رضا ياسين يومها، القذيفة الأولى التي أطلقت من في منطقة كفر دجال، ويوم أيضا الشهيد أحمد حرب، كانت هذه نواة أن هذا العدو يقاتل. كانت ثقافة الناس أن إسرائيل لا تهزم، وأنه أسطورة الجيش الذي لا يهزم. تحول هذا العدو الصهيوني في الجنوب وفي لبنان إلى العبة بيد المجاهدين. هذا العدو الذي اعتقد بأنه بامتدادات الاجتياح يستطيع أن يبسط سلطته، ولكن فوجئ أن هذا الامتداد وهذا الامتداد بالاجتياح وبالاحتلال جعل كل جنود عرضة للعمليات النوعية وللكمائن وللعبوات الناسفة على صعيد لبنان بالكامل. من هنا نجد أن الاجتياح عمد أول ما عمد إلى تأسيس المعتقلات. طبعا كان في ذهن القيادة الفلسطينية دائما هذا العدد الكبير من 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 المعتقلين، يعني الأسرى بتأخذيه بمعركة بتقولي أسير حرب، لكن في معتقلين أخذوهم من بيوتهم، أخذوهم من مدارسهم الأساتذة، في بنات أخذوهم من 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 أماكن عملهم. فكان على رأس أولويات دائما القيادة تفكر كيف نستطيع أن نطلق سراح هؤلاء الأسرى. وكان هذا الشغل الشاغل القيادي، وخاصة الأخ أبو جهاد. وكانت كل التعليمات اللي بتصير إنه حاولوا قدر الإمكان أن تأسروا ولو جندي.
ولو جندي إسرائيلي كيف ما كان من المستوطنة، حتى مستوطن بمستوطنة نحاول نأسره. وكان في محاولات الحقيقة، وفي محاولات ما معظمها ما نجحت، واستشهدوا الشباب اللي نزلوا. بتذكر أنا في منطقة البقاع نزل كذا دورية بهذا الموضوع. لم تثني حالات الاعتقال والتعذيب المقاومة عن متابعة مسيرتها، فصعدت عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي الرابع من أيلول سبتمبر عام 1982 تمكنت حركة فتح الفلسطينية من أسر 8 جنود إسرائيليين، لتشكل هذه العملية بارقة أمل للأسرى والمعتقلين لتحريرهم من أنصار. دائما ينزلوا بعمليات استطلاع، عمليات استطلاع لأسر جنود إسرائيليين. مرات تكون الدورية دورية مقاتلة، مرات تكون عملية استطلاع تصادف جنود أو يكتشفوا يصير في اشتباك. هذه المجموعة الحقيقة اللي هي بقيادة الأخ عيسى حجو، وكان في شخص له أرض هناك وهو كان يساعدهم ينزلوا يعني كدليل من حركة فتح، وهو اللي الحقيقة يعني كان يسهلهم الطريق. ونزلهم أكثر من مرة، استطلعوا الدورية هي بتيجي 8 جنود بيجيبهم ملالي وبيقعدوا بالمنطقة بينتشروا بيحرسوا المنطقة والمداخل حتى ما يصيرش فيه تسلل على القوات الإسرائيلية من هذيك المنطقة. إلى أن حقيقة يعني حفظوا الطريق منيح وهذا، ونزلوا كمان للدورية اللي بتيجي، كانت عددها 8 أشخاص، نزلتهم الملالي الإسرائيلية ونزلوا معهم أسلحتهم وذخائرهم وبنتشروا بالمنطقة اللي هن موجودين فيها. فكانوا موجودين الإخوان، أول شيء الاثنين راحوا لهم، وهن فيهم واحد بيحكي عبري اللغة العبرية، وفيهم واحد بيحكي اللغة الفرنسية والإنجليزية. فلما راحوا هن كانوا لابسين بدلات الكتائب، يعني هي بذاتها فكرون كتائب، يعني إجوا لعندهم حكوا معهم باللغة، واحد حكى معهم عبري وواحد حكى معهم فرنسي وواحد حكى، فهذلك قاعدين مرتاحين. بالآخر سحبوا عليهم السلاح، قال لهم ما حدا يقرب على سلاحكم، احنا ما بدنا نقتلكم، احنا بدنا نخدكم معنا كرهائن حتى نطلع الأسر. أخذوا سلاحاتهم طبوهم، أول اثنين التانيين قاعدين بمحل تاني راحوا لهم، أخذوا الخمسة. الثلاثة لما اجوا ووصلوا شافوهم بواحد خرطش بدي أوس، قال له قائد المجموعة متأوس للإسرائيلي، قال له نحن أسرى سلم زدت سلاحهم. قال لك 8 وهدلان 4، جمعوا سلاحهم، قال له واحد جمع سلاحهم، وداك يحكي معهم بالعبري يطمنهم شايف كيف، وقال لهم كيف بدي ياخذوا سلاح. قال أخذوا المخازن ورصاص حطوه بجعبهم تاع البوريد الإسرائيلي وعطوهم البوريد، قال لهم احملوها، حملوهم البوريد لأنه ما فيهم يحملوهن معهم زخيرتهم معهم أسلحتهم، وادلاك 4 وادلاك 8 حملوهم إياهم للبوريد ومشوهم قدامهم. لأنه طالعين في طلوع هيك قوي، هلأ زحط واحد من الشباب الفدائية، طلعت طلقة منه صابت واحد إسرائيلي بإيده، هلأ خافوا إذا صابوا انهيار صار ما عادش يقدر يمشي، صاروا بدهم يحملوه. ففي موقع للقيادة العامة جنبهم، وبتعرف المقاتلين دائما بيكونوا قريبين لبعض، فقالوا لهم بدنا ننزلهم هول 8 أسرى إسرائيليين، فإحنا معناش غير سيارة واحدة، فحطوا معكم 2 وشابين ونحن بنحط الباقيين معنا والذخيرة. قالوا لهم طيب، أخذوهم تعمل القيادة العامة 2، وصلوا على البقاع، طبعا تعمل القيادة العامة أخذوهم 2 وظلوا ماشيين فيهم، وبعدين بدلوا فيهم، ونحن الستة بقيوا معنا لفترة بالبقاع، وكان بيشرف عليهم الأخ أبو جهاد وبنقلهم من محل لمحل. تابع الأسرى مقاومتهم وانتفاضتهم داخل المعتقل، وذات صباح من أيام عيد الأضحى المبارك في 29 من أيلول سبتمبر عام 1982، وأثناء تأدية المعتقلين لصلاة العيد، هاجمهم الجنود الإسرائيليون لمنعهم من الصلاة، فارتفعت التكبيرات وانتفض الأسرى. وعلى المقلب الآخر كانت تكبيرات الأمهات تحاكي صرخات أبنائهن،
فأتينا من عدة قرى جنوبية إلى المعتقل للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن وأزواجهن. حاول الإسرائيليون منع المظاهرة، فهب الأسرى نحو الأسلاك محاولين اقتلاعها. جاي العيد إنه نسمع أخبار أنصار وأنصار وقديش عم تتعذب الشباب، عم بناموا على بحطوا راسهم على صباطهم، ما في شيء لا فرش ولا شيء، ست سبعة أشهر هيك وممنوع يظهروا برات الخيمة. طبعاً نحنا أنت عارفة إنه هودي إجوا من الجلمة وإجوا من عسقلان وإجوا من كل، جابوهن وجمعوهن بأنصار. صرت أنا أبرم بالقرى اللي إلى زوجها اللي إلى خيال اللي إلى بيا بمعتق الأنصار على العيد، بدنا نطلع بدنا يخلونا نشوفهم. هلأ اللي مخبى غير هيك، فيمكن شي ست سبع سيارات لأنه بدنا يطلعوا يشوفوا أهلهن والأمة بدها تشوف أولادها. تجمعنا بسور وانطلقنا إلى أنصار. أنصار محاوطة كلها بالعسكر والجنود ودبابات وآليات، ما في شيء يعني، بتقولي بلد كله عسكر بس. وصلنا على أول بوابة، إذا بدك حاجز، قال لوين جايين؟ قلنا لهم جايين، قالوا لنا إنه بك نتفرجونا على أهالينا اللي بالمعتقل. فتنا أول حاجز، الثاني نفس الشيء، كل ما أنت عم تفوتي عم تقربي للخيم. ضلينا لحتى وصلنا حد الخيام. الحاجز قال شو القصة؟ قلنا له هيك هيك. بعت ورا الضابط المسؤول عن المعسكر، قال شو بدكن؟ شو جايين تعملوا؟ شو بدكن؟ قال صارت الستات تحكي كلها مع بعضها، قال لهم اختاروا وحدة، اختاروني. قلت له أنا جاي لك، أنت ليش هون؟ قال شو كيف يعني؟ قلت له هيدي أرض لبنانية وانت صهيوني وجاي قاعد، انت شو الك؟ شو وصلك لهون؟ شو جايبك لهون؟ كيف هذا؟ سيف القصة. هلا بلشوا الستات يستنكروا يعني، وقالوا للجندي اللي حده اقبعها من هون. نهاية العام 82 كانت أكبر انتفاضة سببها أن النساء ذهبن حول السور وينادين أبنائهن الواحد تلو الآخر. خرج الناس وذهب الشهداء عديدين عندما قاموا وانتفضوا في وجه العدو الإسرائيلي من داخل المعركة. أنا هربت تركضت، صار الجندي يلحقني وقوس فوق راسي وأنا أركض. أنا عم بركض لقيت عاملين شو اسمه تلة من حجار وتراب وهيك ليحطوا عليها خزانات المي اللي بدها تنزل على الخيام على معسكر أنصار. حبيت بعربشت هيك وطلعت صرت فوق. هلأ هو طول الوقت عم بيقوس حوالي يعني، صرت فوق وبس وصلت لفوق صرخت الله أكبر يا شباب، نحن مظاهرة نسائية هون برا لحد الخيام. الخمس تلاف شاب صاروا برا، اللي ست سبعة أشهر ما بيطلعوا من الخيمة صاروا برا وصاروا يكبروا وصاروا يطلعوا على كتف بعض ليشوفوا شو في برا. وهون حدا عيط قال لي يا أمي عرفتك يا أمي أنا حسان. بعدين لما طلعنا من السجن عرفته، طلع من بلدنا حسين زهوة، شاف أمه عرفها من فستانها، قال لي عرفتك من فستانك يا أم. ودبت الفوضى، صاروا يقوسوا جوا على الشباب. هلأ أنا بصراحة ما بتذكر كيف رجعنا. خاضوا المعتقلين لفرض شروط على المحتل، العلاقة بوضعهم المعيشي، العلاقة بطريقة التعامل معهم، العلاقة بمستلزمات يعني الاعتقال. وأحياناً كانوا يلجأوا إلى أسلوب حرق الخيام وانتفاضات، حصل انتفاضات وانتفاضات صارت شهداء يعني بالمواجهة مع الإسرائيلي. والإسرائيلي كان يرضخ
نتيجة هذه الضغوطات ونتيجة انكشاف ممارساته الوحشية أمام المنظمات الدولية. فأنصار يعني كان أيضا جزء من المواجهة، لكن بسيطرة المحتل الإسرائيلي بوسائل بيملك المعتقل ليس فيها يعني سلاح. وكان هناك يعني دائما باستمرار تحركات رافضة لهذا الاحتلال يقوم بها الأبطال، يعني ما خلص دورهم بس راحوا على المعتقل، كان لهم دور لسه عم بكفوا وعم بتواصلوا وعم بيقوموا بنضال. كانوا يعملوا يحيوا المناسبات الوطنية بأنصار، يعملوا كلمات، يتحدوا الإسرائيليين، يردوا عليهم حجارة، يرفضوا الأكل، يحرقوا الخيام، يطلبوا تدخل الصليب الأحمر. فكانوا في مواجهات يومية الحقيقة مع الاحتلال. مدرسة للبطولة كان أنصار. غريب الليل غريب الليل عن سجني، والأغرب إنه النسر يبقى بسجن الغراب. شمسي والأغرب إنه النسر يبقى بسجن الغراب. يابا يابا يا شعبي وديرتي ثورو، يا شعبي وديرتي ثورو على الغراب تيرجع هالنسر زين الفضاء. يابا يابا بصار عندنا كمان تقريبا شي شهر وشوي، صار مناسبة عيد، أول عيد بيجي وإحنا بالمعتقل، صار مظاهرة وضجة قوية وتكسير شرطان وخيام وهيك. بعد بفترة نزلونا على وادي جهنم. وادي جهنم هناك الويلات، يعني اسم على مسمى وادي جهنم، حطونا بوادي جهنم. صرنا نعمل زي تنكيات صغيرة انه نداري حالنا من الشتاء، من الشمس، من البرد. رسخ واقع الاحتلال مفهوم المقاومة على اختلاف انتماءاتها، ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي اقتحم المقاوم الجنوبي أحمد قصير بسيارته المفخخة مقر الحاكم العسكري في مدينة صور جنوب لبنان في 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1982، ما أدى إلى مقتل أكثر من 120 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً. دوي في جار مقر الحاكم العسكري سمع كبشارة للحرية لدى المعتقلين في أنصار، وباتت الأخبار التي تتوالى حاملة تفاصيل عمليات المقاومين ضد الصهاينة تزيد عزيمة القابضين على الجمر خلف أسلاك أنصار. معتقل أنصار، هذا المعتقل الذي كان في البداية يضم 6200 أو 300 أسير لبناني وفلسطيني. من هنا ولدت ثقافة المواجهة، أن هذا العدو يقاتل ويقاوم. من هنا كانت من البدايات كانت المقاومة حاضرة على مستوى العمليات، والمقاومة حاضرة في كل الميادين، والمقاومة حاضرة في كل، لذلك شعبنا وأهلنا من البدايات ثقافة المواجهة تشكلت. هب الجنوب لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وامتدت المظاهرات والانتفاضات الشعبية لتشمل أغلب القرى والمدن الجنوبية. أبرزها كانت في ذكرى عاشوراء النبطي في 16 من تشرين الأول أكتوبر
عام 1983. وبدأت الشعارات التي تصب في وجه العدو الإسرائيلي. وأتذكر في تلك اللحظة أن الحاكم العسكري الإسرائيلي أبو يوسف حاول في إحدى الليالي العاشورائية الدخول إلى النادي الحسيني في مدينة النبطية، وكان متواجدا داخل النادي الحسيني في مدينة النبطية. وعندما أتت المسيرة بهذا الأمر للدخول إلى النادي الحسيني عرفت بالأمر، واعتصمنا خارج النادي الحسيني ضمن الباحة الرئيسية في النادي الحسيني، اعتصمنا هناك وبدأنا بإطلاق الشعارات بقوة ضد العدو الإسرائيلي، وطلبنا بانسحابه من النادي الحسيني وأن لا يبقى داخل النادي الحسيني. نتيجة هذا الضغط وحالة الحماس والانفعال الموجود عند الإخوة والحسينيين الذين كانوا موجودون في المسيرة، خرج أبو يوسف من النادي الحسيني. هم بدأت العيون الإسرائيلية بجمع المعلومات عن الناشطين آنذاك في تلك الفترة، ومن ضمن الأسماء كان اسمنا موجودا داخل هذه الأسماء. العدو الصهيوني من خلال معتقل أنصار ظن أنه سيوزع الرعب على أبناء الجنوب وعلى بيروت وعلى كل المناطق، ومن خلال ممارسته البشعة للتعذيب كان الناس يتناقلون عملية التعذيب الكبرى التي كان يقوم بها العدو الصهيوني. تصاعدت عمليات المقاومة شيئا فشيئا، بدأ العدو الصهيوني يفقد السيطرة، يعني حتى لا يستطيع أن يقيم حواجز على الطرقات. ويعني ما شاهدوا مثلث دير قانون، ما شاهدوا عاشوراء النبطية أيضا، يعني في بدايات الاجتياح انتفاضة كبيرة جدا، وبالتالي يعني دب الهلع في نفوس الجيش الصهيوني في منطقة النبطية بكاملها نتيجة موقف الذين تجمعوا في ساحة عاشوراء هناك وينادون حيدر حيدر. يعني بدأ من الناس يصيبها الرعب من العدو الصهيوني، العدو الصهيوني بدأ يصاب بالرعب من مجموع الناس وليس من المقاتلين.